آخر بلوك أستاذ مفيد، هل بتعتقد أنه حياتك خارج تكون فيلم سينما؟ لا أظن ولا تستحق. هل إذا كانت فيلم سينما وأجا مخرج وقال لك أنا بدي أعمل حياتك فيلم سينما، مين بترشح للبطولة؟ يلعب دور البطولة؟ عمر شريف. منك قليل. بتتابع بهالأيام سينما ولا بعدك معلق بالأفلام الخمسينات والستينات؟ لا لا لا، بتفرج بس بعلق بالأفلام القديمة، بس بشوف بعض الأفلام. طب هلا شفت فيلم رومانسي اسمه لحظات أنوثة؟ ليس فيه أنوثة. ليس فيه أنوثة. كان عبالك تشوف لحظات أنوثة وما شفت. مش حقدر. حبيت أشوف يعني إيه لحظات أنوثة. بدنا نعرف. طيب رح نستعيد هلأ معك مشهد من فيلم لصديقك عبد الحليم حافظ. مشهد من فيلم عبودة الجماهير. رح نشوفه سوا. جميل. سهير، سهير، أنت مش لابسة فستان الفرح ليه؟ إبراهيم، أنا عايز أكلمك في موضوع مهم. لا، هنا قدام الناس. الموضوع اللي انت عايز تتكلمي فيه انا عارفه. صحيح عارفه طبعا. طب وليه ما قلتليش يا ابراهيم؟ لو كنت استنيتي عليا دقيقه واحده كنت قلتلك كده. طب قول. انت عايزه تقولي اننا لازم نكتب الكتاب بسرعه. انا موافق لان انا مستعجل اكتر منك. مفيد، انا فكرت كويس وقررت ان احنا لازم نبعد عن بعض. ما قدرش أضيع كل اللي بنيته من أجل لحظة طيش. يا أستاذ ما بترديش ليه؟ مش عايز تقولي حاجة؟ أي حاجة يا أستاذ مفيد؟ لحظة طيش؟ نعم. أنت مسميها لحظة طيش؟ أيوة. ده أنت كان عندك قناعة بيها بالكامل. بتسميها لحظة طيش؟ تنكرت ليها النهاردة؟ أنا طول عمري وأنا بقدر. رجعت في كلامك؟ رجعت في كلامك؟ أيوة. ليه؟ أنا طول عمري وأنا بقدر أدوس على قلبي وأسيطر على عواطفي. نعم. لكن مش معقول بقى أضيع كل اللي بنيته من أجل واحد كومبارس. كومبارس ده مين؟ أنت. أنت بالنهاية واحد كومبارس. أنا كومبارس؟ أنت راجل لسه بتبتدي حياتك؟ نعم. لكن أنا خلاص وصلت. مش معقول بقى أضيع كل اللي بنيته من أجل جوازة بالشكل ده. أنصحك تروحي تاخدي رأي مفيد فوزي الكاتب المعروف. احفظ أدبك يا مفيد. أنا محافظ أدبي جدا. أنا فين وإنت فين؟ أنا حافظ أدبي ومحترم كمان وجهة نظرك ومحترم عذابك. تسمح ما تتنهيديش كتير لأنه أنت ببساطة بعد التنهيدة هتروحي بيتك وهتغيري كل الصورة النفسية اللي انت فيها. انت شايف كده؟ انا شايف كده ومدرك انه في شخصية اخرى جواكي هي اللي بتفكر، بس انت بتعملي ده عشان خاطر قدام الناس. بس انا خلاص قررت. تسمح تخرج بقى يا استاذ مفيد؟ مش ممكن هخرج، واذا خرجت من الباب مش هخرج من قلبك. تجي ويايا؟ فين؟ المحل اللي انت عاوزه. خلاص تفضل. عايزاني اقوم؟ اه حاضر. هسيبك وارجع لك.